النهاردة هنتكلم مع بعض عن زيت من أقوى الزيوت اللي بنستخدمها لعلاج تلف الشعر وجفاف الشعر، بينعمه لأنه غني بفيتامين إيه ومضادات الأكسدة، وكمان مع الاستمرار على الزيت ده بينعم شعرنا وبيرطبه وكمان بيحميه من التلف والتقصف والهيشان. يلا نبتدي مع بعض ونشوف الفيديو. متنسوش بقى قبل ما نبتدي الفيديو اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الإشعارات عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي، وتعملوا شير عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس والكل يستفيد. هنتكلم عن موضوع مهم جدا وبيشغل من ناس كتير مننا، وبالذات البنات أو أي عروسة مقبلة على الجواز. الموضوع بتاعنا النهاردة هو جفاف الشعر. لو شعرك جاف أو تالف، هنشوف أفضل حلول لترطيب وتنعيم الشعر. ومن افضل الحلول فعلا اللي حرفيا هتساعد على معالجة جفاف الشعر او تلفه هو زيت الزيتون. زيت الزيتون من اقوى الحاجات لجفاف الشعر وتلفه، وكمان بينعم الشعر لانه بيحتوي على فيتامين اي. غير انه كمان بيحتوي على فيتامين اي، بيحتوي كمان على اوميجا 3 ومضادات للاكسده رهيبه. ان كده ليه مفعول رهيب في ترطيب وتنعيم، وكمان بيغذي الشعر والجلد والبشره ومش بيسد مسام الجلد نهائي. دلوقتي بقى هنعرف مع بعض كده ونركز مع بعض ازاي نستخدم زيت الزيتون بطريقه صحيحه. لازم اول حاجه يكون زيت الزيتون ده زيت زيتون بكر ممتاز، يكون مكتوب عليه كده اورجانيك اويل او زيت زيتون بكر ممتاز. هو ده فعلا الزيت اللي ينفع للطريقة او لتلف الشعر ويرطبه وينعمه. تاني حاجة هنجيب زيت الزيتون وهندفي شوية على حمام مائي، هيكون دافي، احنا مش عايزينه سخن، احنا عايزينه دافي بس. هنعمله كماسك كأنك بتعملي حمام زيت على شعرك. لازم يكون دافي عشان زيت الزيتون يوصل لحد بصيلة الشعر فيبدأ يغذي وينعم ويرطب من أولها، من تحت من عند بصيلة الشعر نفسها. وتحاول ندخلها في كل تدخليها في كل شعرك بحيث تغطي أجزاء الشعر كلها. لازم ان احنا ندلكه كويس جدا عشان يوصل لكل اجزاء شعرنا. هيجيب معاكي نتيجة هايلة، هينعمه وهيرطبه وهيعالج كمان تلف الشعر وهيعالج جفافه. بعد كده هنغطيه فوطة سخنة وهنسيبه على شعرنا لمدة نص ساعة. بعد كده هنبتدي ان احنا نغسله. اول ما نستخدم الوصفة دي هنستخدمها مرة كل اسبوع، هتلاحظي الفرق من اول ما تستخدمي الوصفة بتاعتنا دي. بعد كده هنستخدمها مرة كل اسبوعين. طبعا الوصفة زي ما قلتلكو زيت الزيتون البكر الممتاز ده بجد حلو جدا لتلف الشعر، بينعم الشعر، بيرطبه، بيعالج جفاف الشعر وبيعالج تلفان الشعر وهيشانه. بيجيب نتيجة هايلة من اول شهر او اول اسبوعين او ثلاثة. اهم حاجة ان انت تعملي الوصفة زي ما قلتها لك بالظبط، بجد بجد هتفرق معاكي. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الاشعارات عشان يوصلكم كل فيديوهاتي اللي انا بنزلها.